بطولة إجازة كأس الربيع اللي حتكون على سكن وباك بلينك رح يمديك إنك أنت تشارك فيها أنت وصاحبك بنظام الدول، راح تحصل من البطولة سكن وباك بلينك بشكل مجاني، فلا تنسى تكمل المقطع للآخر لحتى تعرف نظام البطولة ونظام تسجيل النقاط وكيف تشارك فيها. فلو مالك مشترك بتمنى إنك تشترك وتفعل زر الجرس وتحط لايك وتكتب كومنت حلو برأيك ليوصل المقطع لكل مكان، وما بدنا نطول أكثر من هيك. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. بطولة كأس إجازة الربيع اللي حتكون ضمن الفعاليات تبعات عيد الربيع، اللي هو رح يكون عبارة عن عيد ربيع بتعرفوا انتو سكنات، واللي حيكون في فعاليات بالنسبة للعبة فورتنايت. ولكن بهذا المقطع بدنا نركز على البطولة الجديدة اللي حتكون ان شاء الله معنا يوم 2/4/2021، اللي حتكون بنظام الدولة، حتكون على جائزة قيمة جدا اللي هو سكن وباك بلينك، والسكن اللي ظاهر امامكم اللي حيكون هذا هو. رح تكون بطولة بشكل مجاني لجميع السيرفرات، تقدر تشارك فيها من اي مكان، ورح تكون حلوة جدا ورح اشرح لكم اياها بشكل كامل. ومثل ما مكتوب على موقع ايبك جيمز بالنسبة لنظام البطولة على موقع ايبك جيمز، مثل ما مكتوب انه كأس اجازة الربيع يعيد منافسة الوضع الزوجي، يعني اللي حتكون البطولة على شكل دو مرة اخرى في الجمعة الموافق 2 ابريل، يعني اللي حتكون ان شاء الله يوم 2/4/2021. ومكتوب ستحصل مع زميلك في الفريق الزوجي على 3 ساعات لعب و10 مواجهات، يعني بتقدر تلعب 3 ساعات و10 مواجهات، يا بتخلص ال10 مواجهات خلال ال3 ساعات، يا اما بدك تلعب 3 ساعات بشكل عادي. ومكتوب من سيقدم افضل اداء في منطقة خلال خادم تبعه سينضم الى اوائل الذين يحصلون على زي ويسترد اللي ظاهر امامك، هذا هو السكن اللي حتاخده ورح تاخذ معاه الباك بلينك بشكل كامل. ومن اجل المشاركة في كأس اجازة الربيع يجب ان يكون مستوى حساب اللاعبين هو 30 ليفل، يعني حسابك لازم يكون ليفل 30 مو البطل بس يا شباب الليفل تبع حسابك. وطبعا مع تفعيل ال 2FA او المصداقية الثنائية اللي كلياتنا لازم نكون مفعلينها لو احنا بنشارك باي بطولة. واخر شيء بالنسبه لهي الصفحه مكتوب انه يمكن العثور على موعد محدد لمنطقتك في علامه التبويب المنافسه داخل اللعبه. طبعا هذا الشيء اللي انا رح اشرح لكم اياه بالنسبه للاوقات، خليني اقول لكم عن الاوقات بعد ما احكي لكم عن نظام البطوله وكيف رح تقدر تربح بالنسبه لنظام البطوله. بالنسبه لسيرفر اوروبا يا شباب، بالنسبه لسيرفر اوروبا رح تكون معنا البطوله من الساعه 6 المغرب للساعه 9 بالليل، بهذا التوقيت رح تكون من الساعه 6 للساعه 9 بالليل، مثل ما حكينا رح يكون امامك 3 ساعات تقدر تلعب البطوله. وبالنسبه لسيرفر الميدل ايست رح تبتدي معنا البطوله من الساعه 4 عصرا للساعه 7 بالليل بالنسبه لبطوله الميدل ايست، هي بالنسبه لاوقات ثلاثه ظاهرين امامك، كاتب لك انا على اي سيرفر هدول. هيك بالنسبه للوقت حكيناه وايت التوقيت بالنسبه لسيرفر اوروبا وسيرفر الميدل ايست. بالنسبه هلا للبوينت او النقاط اللي لازم تاخذها لحتى تجيب مراكز عالية، بالنسبة للانتصار الملكي بتاخذ 42 نقطة، والمركز الثاني 36، والثالث 32، والرابع 30، والخامس 29، وهي جميع النقاط ظاهرة أمامك. لو حابب أنت توقف المقطع وتشوفهم بشكل كامل مشان ما نطول على المقطع، خلينا ننزل مع بعض شوي لتحت ونشوف عن الجوائز بالنسبة للسيرفرات. ستمنح الجوائز التالية إلى كل لاعب في الفريق وفقا لمركزه في لوحة المتصدرين. طبعا هلا بالنسبة لسيرفر أوروبا، بالنسبة لسيرفر اوروبا لازم تجيب من المركز الاول لمركز 1125 لحتى تحصل السكين والباك بلينج بشكل كامل. وبالنسبة لسيرفر ميدل ايست او الشرق الاوسط لازم تجيب من المركز الاول للمركز 100 لحتى تحصل السكين والباك بلينج بشكل كامل. الفكرة انا ما كنت افهمها ليش سيرفر ميدل ايست دائما نقاطه قليلة، يعني مفروض بس من 1 ل 100 العدد كتير قليل مقارنة بالسيرفرات التانية. وفي عندك سيرفرات تانية مثل امريكا الشمالية بتلاقيها من المركز الاول ل 500، وفي عندك الغرب وفي عندك اسيا اوقيانوس. لو حابب توقف المقطع وتشوفهم عشان ما نطول بالمقطع اكثر. وشوية نصائح لازم تعرفها انك انت لازم تكون متواجد باللوبي انت وصديقك مع بعض لحتى تقدروا تلعبوا البطولة بالشكل الدو او الثنائي، وما بتقدر تغير صديقك، يعني لو انت مثلا لعبت مع احمد ما بتقدر تغير احمد ابدا. فلو انت رحت لعبت مثلا مع محمد وسبت رفيقك احمد او اخوك احمد، يعني النقاط كلها رح تتصفر وترجع للصفر. فنقي الدو تبعك اللي ممتاز او اللي بيعرف يلعب وبيعرف لعبك وفوتوا مع بعض وبالتوفيق ان شاء الله، وتحصلوا السكن بشكل مجاني. ولا تنسى تشير هذا المقطع مع اخوك اللي بدك تلعب معه هاي البطوله وتقول له بالتوفيق، ومن عندي انا بقول لكم انتوا اثنين بالتوفيق. ولا تنسى اللايك، شكرا لك اذا وصلت لهون وبرعايه الله.